في الملف الليبي، حيث قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إن القوات المسلحة وجميع وحداتها والأجهزة الأمنية ستقوم بالرد على الأعمال الإرهابية. أكد مشير حفتر في بيان له أن الجيش الوطني الليبي لديه معلومات كاملة عن مصدر الهجوم الإرهابي على وحدة براك شاطئ بجنوب البلاد وسوق سلوق في بنغازي، وشدد على أن الرد سيكون مزلزلا.